وللمزيد حول العملية العسكرية ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي. سيادة اللواء أهلا بك في نشرة الأخبار. بداية يبدو أن الصفحة الأولى من الإرادة الصلبة عملية كبيرة جدا بالنسبة لمساحتها المستهدفة والنتائج المتحققة حتى هذه اللحظة، حدثنا أكثر عن هذه العملية. يعني أولا تحية لكم ولمشاهدي قناة العراقية. بالتأكيد هذه العملية هي عملية مهمة والحقيقة تندرج ضمن سلسلة العمليات اللي تقوم بها قيادة العمليات المشتركة. هذه العملية تكمن أهميتها في اقتراب موعد شهر رمضان المبارك. وصلتنا معلومات، هذه المعلومات عن طريق وكالاتنا الأمنية والاستخبارية تفيد بأنه تنظيم داعش في تلك المناطق، في قيادة عمليات الجزيرة وفي قيادة عمليات صلاح الدين وكذلك قيادة عمليات غرب نينوى، بدأ يقوم ببعض العمليات وبدأت مفارزة تتحرك وتقوم بالاعتداء على قواتنا الأمنية وكذلك على مواطنينا. نعم. هذا المكان اللي يتميز بوعوره بالحقيقة، وعوره في شمال قيادة عمليات صلاح الدين، الأماكن اللي ما ممكن أن يتحرك فيها الركل الآلي أو الحقيقة قواتنا الأمنية، أيضا في مناطق صحراوية تكون صعبة الحقيقة في التواجد لقواتنا الأمنية. هذه الأماكن لأول مرة بدأت قيادات القوات الأمنية بالتحرك في تلك المنطقة. نجحنا من خلال جمع المعلومات الأمنية والاستخبارية. نعم. لأنه فعلا أكو هناك تواجد لهذه المجموعات، والدليل على ذلك اليوم الأول اللي هي بدأت الإرادة الصلبة في هذا اليوم، وفي الساعات الأولى تمكننا من الحقيقة ضبط عجلات مفخخة وكذلك وجود أنفاق وكذلك أسلحة وعبوات ناسفة، وحتى الحقيقة كان هناك منزل أيضا مفخخ في بعض الأماكن. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه فعلا تنظيم داعش تلقى ضربات قاسمة من قواتنا الأمنية. نعم. قبل بدء العملية كان هناك سلسلة من الضربات الجوية لأماكن في وادي شاي، والحقيقة هذا يعتبر أيضا ضمن سلسلة العمليات الاستباقية. طيب سيادة اللواء، هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه، يعني حجم الأشياء المحرزة، عجلات مفخخة، منازل أيضا ملغمة وعبوات ناسفة وأوكار ومادة C4، يعني هل هذه تعود إلى بقايا داعش، يعني تعود إلى مرحلة قبل تحرير هذه المناطق، أم أنها تعود إلى خلايا نائمة تحاول أن تستخدمها ربما في خطط إرهابية لاستهداف المدن؟ نعم، الحقيقة مثل ما تفضل جنابك الكريم، تعود إلى خلايا نائمة تحاول أن تستخدمها، وخصوصا في شهر رمضان المبارك. هذا بالتأكيد نرجع ونقول مرة أخرى بأنه تنظيم داعش الإرهابي خصوصا بعد أن تلقى ضربات قاسمة، يعني احنا خلال شهرين مثل ما ذكرت قيادة العمليات المشتركة عن طريق الحقيقة نائب قائد العمليات المشتركة بأنه خلال شهرين احنا الكانون الأول وشباط قتلنا أكثر من 62 إرهابي بسلسلة من الضربات الجوية. هذا معناه أنه أجهزتنا الأمنية وجهت الحقيقة من خلال تعبئتها ومن خلال خططها الجديدة وجه ضربات قاسمة إلى الإرهاب. نعم. خصوصا بعد أن الحقيقة كان تنظيم داعش الإرهابي لديه قائد جديد يحاول من خلاله أن يقوم ببعض الأعمال لوجوده. نعم. المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، شكرا جزيلا لك.